لاحظنا انه الناس ما تعرفوش ياكلوا، بدليل واحد عنده السكر وتمشي ياكل لك الفريد، وياكل لك ماكله، ياكل الخبز ديال الفرس، وياكل لك ماكله ديال المعلبات. هذا ما فهمش على انه العروق ديالو راهم تيضعفوا وتتراكم فيهم مواد اللي ما تقدرش تدوز للجسم ولا تخلص منها الجسم، بدليل تتلقى من بعد 3 سنوات ممكن 5 سنوات العيونات تضعفوا، الكلاوي تضعفوا، والبنيه تضعف، بنادم تبدا تضعف. واش هادو ما فهموش على ان خصو يتعلموا ياكلوا 100%؟ فاذا صفر بقايا مازال ما بغاو يفهموا. وما فهمتش انا الخطاب ديال مجموعه الاطباء تيقولوا لهم كلوا كل شيء ما كاين مشكل. واش هذا فهم؟ علما انه اللي تيضعف العروق خصوصا المر السكري اللي العروق تيضعفوا، عندك المواد الحيوانيه، بدا بالحيوانيه اللحوم الحمراء بالخصوص اذا كانت هرمونيه، والبقري اقبح اللحوم الحمراء، زيد عليها الدجاج الرومي والبيبي اللي فيه هرمونات اللي تضعف القلب وتضعف العروق تاع العروق القنوات الدمويه وتضعف الكبد. وشكون هو الكبد؟ هو من الاعضاء اللي تتنظم السكري داخل الجسم. اذا الى اين يبقى هذا الجهل؟ وعلماء التغذيه تيتكلموا بشكل واضح، حضروا راسكم من الكبد راه تيتكرفس مع اي اكل، حضروا راسكم من القنوات الدمويه تضعف. هنا في الانسان تبدا تتصاب مشاكل. جا الوليدات عندنا، من وليد عنده 11 سنه في تطوان والله يحفظه، من اربع اشهر حتى الخمس شهور استطعنا بفضل الله اننا نتغلبوا على السكري، والطبيب هو اللي حيد له الانسولين. دليل على انه الى اطباء ما علمتيهمش فقط سيروا معهم الطريقه اللي تيقولوا لكم وفاجئوهم بعد ما تبعوا هذا النظام الغذائي اللي غادي نعطيكم. وكثير من الناس اللي تبعوا النظام الغذائي استطاعوا يخرجوا من الانسولين، وعندنا المئات اللي يخرجوا من الانسولين، دابا تعيشوا حياه عاديه. وهذا دليل على انه التغذيه محور في علاج السكري. اول ماده غنركزوا عليها وممكن انها تكفي الى احترمنا الاحترام هو زيت الزيتون على الريق. هذا الوليد اللي 17 سنه هو تيعاني من السكري، ممكن اليوم عنده 20 سنه، ممكن عنده 25 سنه، حنا نمشيو حتى 30 سنه ما عندناش مشكل. زيت الزيتون على الريق تكون حره بلا ملحه، تتاخذها ساعتين قبل الافطار، تتقوي القنوات الدمويه، تتقوي القلب. كثير ناس عندهم الكلاوي عيان يخرجوا من الفشل الكلوي، كثير ناس عندهم الكبد عيان يخرجوا من التشمع الكبدي. واحد جاني من بوسطن البارح، من بوسطن من امريكا الشماليه، ملي تبع معنا خرج من ضعف النظر وخرج من ستياتوز اللي هو الكبده تتكون فيها الشحمه. دليل على انه الاطباء تفاجئوا ملي كان هذا العلاج بهذا القوه وبهذا الصرامه وبهذا الانتاجيه بهذا الافيكاسيتي بهذا الجوده. دليل على انه زيت الزيتون من ارقى ما يمكننا نستعمله في ضبط السكري، وتنحمي القنوات الدمويه وتتقي الاكسجيناسيون ديال الدم. الكبد مرتاح، البنكرياس مرتاح، الكلى مرتاحين، حتى الدماغ تيتقوى ومرتاح، كلهم تيتعاونوا باش السيد اللي عنده السكري نتعاونوا معاه نقدروا نغلبوا على السكري. اذا زيت الزيتون على الريق. ثانيا كل الخضار الخضراء اللي يقدر السيد يتحملها ويعرفها ويستافد منها، خذها عصائر. هنا تنصح بزاف بالمعدنوس، عندنا حق في 100 غرام حتى 150 غرام في النهار، خضر مطحون ولكن خصنا نغسلوه بالماء ونشفوا في القتوب ديال القطن ونحاولوا نستعملوه بطريقه جيده. هنا تناخذوا عصائر قبل الاكل بالطبع باربع ساعات حتى نص ساعه، ممكن نضيفوا الى التفاح، والتفاح مهم في مراقبه كثير من الاخطاء اللي كاينه في الكلى بحال الحجر او الكبد عيان، تنقدوا لي ترانزاميناز، او نتكلموا مثلا على العياءات الجسم اللي مول السكري تيعرفها بواحد الشكل كبير، وهكذا المناعه تترتفع بشكل كبير. ولما لا الكرفس اللي عنده التونسيون مزيانه، او البرو، او الثوم، او البصل، هذو كلهم خصنا نستعملوهم، كلهم اللي يستعملوا الماء والبصل في السكري ارتاحوا راحه خاصه جدا. وعندي ناس خرجوا من السكري، لذا تنقولوا اكثر من 700,000 حاله سكري نجحت عن طريق زيت الزيتون على الريق والماء والبصل. 700,000 بمعنى ما كاينش المستعصي من الامراض بخصوص السكري. وهكذا يمكننا نعاونوا الناس عن طريق الخيار
عصير مع شويه المعدنوس، او معدنوس مع التفاح، الماء والبصل عصائر كلهم اساسيات. ثم الانسان يستعمل القطني طبيعيا يطيبهم في الدار، الفول الحمص العدس مع الثوم المعدنوس وزيت العود، يزيدهم شويه المرجان، وهكذا كاسلوب اولي يمكننا نتغدى بهذا الاسلوب. وما خصنا خير امام المعلبات والمقلي، كلهم نص فهموا على انه مصائب العالم وكلها ابواب للسرطانات وابواب مع الاسف لكل هذه الامراض اللي هي المقلي والمعلبات واللحوم الحمراء والدجاج اللي كاين في السوق. والغريب كاينين الناس تينصحوا الناس بالفورس الطبيب الدقيق الابيض، هذا جهل، وينصحوا الناس انهم ياكلوا 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 السكر الابيض والملحه، هذا كله الجهل وقله العلم. وعلماء التغذيه تيتبرؤوا من هاد الناس اللي تيتكلموا هذا الكلام اللي تيقول كل شيء ما عنده علم، واخا يكون قاري 30 سنه في الجامعه لانه ما فاهمش الاثار ديالها على الجسم. وتلاحظوا الناس كلهم اللي مشاو في هذا الطريق الخطا بقاو في الخطا، والناس اللي خرجوا من هذا النوع من التغذيه السيئه فقط بداو تيخرجوا ثلاث شهور الاولى كثير من الامراض بدات تتحيد. والخفه الحيويه والشباب مهمه جدا، والسكري بالطريقه ان شاء الله نتغلبوا عليه والله تعالى يخفف ما نزل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك الاخت امينه ونشكر الطبيب بزاف. الاخت الله يخليك، عندي الزوج ديالي ديابيتيك. نعم. واش العسل والبصل ما ياثرش عليه؟ العسل والبصل. طيب غادي نجاوبك، شكرا لك. طيب ما يكون بس هو بالنسبه للزوج ديالها يعني العسل والبصل يقدر ياخذوا ديابيتي؟ هو ما عنديش مشكل في البصل والعسل ياخذوا، ديجا الماء والبصل عندي ناس مشحوا في السكري وحيدوا الانسولين. والطبيب قال لهم بريتيوم بعد شهرين العمل، الوغ كانوا مريضين ثلاث سنوات. كنت قلت لنا كاين شي دواء ديال السكري؟ دابا حاليا انا نعطيكم البرنامج الان يلا قيدوه. مادام تكلمنا على السكري، اول شيء هو زيت الزيتون على الريق ثلاثه معلقات كبار. إذا كان طونسيون مزيان نزيدوا فيه الثوم 100 غرام في الليتر، نشربوا ثلاثه معلقات ساعتين قبل الافطار. عندي ناس نجحوا نجاح تام متميز، والحاله ديال الوليد عنده 18 سنه ومشى ضرب له الكلاوي، ملي خدا شهر ونص زيت الزيتون سبحان الله العظيم بدا كينقسم الانسولين وبدا الكلاوي تيرتاحوا. هذا شيء. الشيء الثاني نبعدوا من كل المواد الحيوانيه الا السمك. نبعدوا من كل المواد الحيوانيه الا السمك، طاجين ما كاينش المقلي واخا، او نبخروه، وهذا تنزيدوا له ديما الثومه والمعدنوس والمرجان. على اساس نحاولوا ديما ناكلوا المرجان 100 غرام في النهار يكون نقي وبلا ملح. ثانيا نتعلموا ناخذوا الخضار والفواكه ما طيباش، بخلاف الشيء اللي تيروجوا الاطباء مع الاسف ما رجعوش الاخصائيين في التغذيه تيتكلموا عن غير علم. فالناس اللي اخصائي التغذيه تيبينوا على انه مسكر غادي يحتاج فيتامينات انزيمات دي فيبر اليمونتير، ويحتاج مجموعه من الانزيمات والهرمونات الجيده. احنا ما يمكنناش نعطيوه الطيب ونحرموه من هذا النوع من المواد. فتنعطيوه خزو فجل خضار خضراء كرافس برو عصائر كلها، ويمكن ياخذ طجن الخضره ماشي مشكل، طيبوا مع زويته والثومه والمعدنوس كيف قلنا مع شويه السمك او بوحدو. وهكذا لقينا على انه بالطريقة حسوة الشعر كذلك ملبات القمح والحلبة يكون في الأكل. وغادي ياخد واحد المادة هو على ثلاث أنواع، إما غادي ياخد العظم ديال التمر يقرملو ويطحنو معلقة صغيرة مع شوية الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل ما ينعس، وإما ياخد لوز ديال أرقان عقلو، راه المغاربة ما عندهم عقل، عود ما صيفطو أرقان يبيعو ب 500 أورو 50 أورو الليتر تيصيفطو اللوز، هذا راه قلة الأدب. علاش؟ حيت حنا غنبيعوا الزيت واحد، وارقان داك التورتو ديالو نبيعوه حتى ب 50 اورو كذلك، يعني ربحنا جوج مرات. غنربحوا اللوز تنبيعوه ب 50 اورو من بعد ما حيدنا له الزيت، ونبيعوا الزيت ب 50 اورو ربحين. ما بقاش تصيفطوا اللوز الى خارج الوطن. وعطاني نتائج كبيره، بمعنى انه هذا اللوز هذا اللي حنا تنلوحوه اما الزقمون تزقمون اللي تيلوحوا في سوس يعطيوه للبهايم ب 5 دورو، بمعنى اقل من 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 50 فرنك انه الكيلو، حمقين ما عندهم عقل، يبسوه يطحنوه. وحنا مستعدين نعطيو دورات خاصه في هذا الاتجاه، وغتشوفوا غادي تكون المغرب غادي يكون مرجع لعلاج السكري عن طريق هذا الخير. اذا تنعطيو ارقان طورتو مطحون 100 غرام، تنزيدوا له السانوج 50 غرام، 50 غرام ديال اوراق الزيتون مزيان، وتنديروا نص معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل ما تنعسوا. ثلاث اسابيع الناس كي عندهم السكر واخا الدوايات ما تيدقاش طالع 2 غرام 3 غرامات، الاسبوع الاول الثاني تبدا تيدقات بشهاده الاطباء مزيان، غير لا فورميل ما عطيناش للجميع حاليا، اعلنوها
عن طريق هذا المنبر المبارك. فالله يرضي عليكم شي جلوها، اما العظم ديال التمر مقرمل محمص وطحنوه مع غربلو مع قصيره مع شويه الماء قبل الفطور، قبل هذا 5 دقائق قبل، 3 إلى 5 مرات في اليوم 3 اسابيع في الشوكه اثبات تقدم السكر، وانتشر انتشار كبير دابا حاليا. عندي سيده الله يحفظها انه هذه سنتين تتروج لهذه الوصفه اللي عطات 3 بوصله راسها، بمعنى حنا تيمكننا نروجوا لهذه الوصفات البسيطه جدا، وغتشوفوا كيف انه هذا العظم ديال التمر تيرجع لبلاصتو والقيمته الحقيقيه لان من شجره مباركه. والزيتون وعظم الزيتون كذلك خدينا هذا اللوز ارغان، وخدينا كذلك مع شويه ديال الوراق الزيتون وكذا. كاين الحلبه من نبته كذلك مهمه، كذلك عندنا نخدم من البتة يكون افضل حتى ما ناخذوها يابسه مطحونه، هذه كلها ناخذوها قبل وجبه. انتم لاحظتوها 5-6 المواد، عندي اكثر من 60 ماده ابداعيه، انا مستعد نعطيها لكم كلها. حنا تنوجدوا كتيب ان شاء الله تعالى اللي غادي يكون فيه، وان شاء الله ما يتعداش الثمن الرمزي ديالو، يكون في متناول الجميع باذن الله تعالى. اذا هذا اسلوب. ثم نبعدوا من كل المواد الحيوانيه الا السمك، الطاجين يكون ابيض وفيه الشوك. ولاحظتوا انه الى احترمنا تغذيتنا، احترمنا سميتو، احترمنا هذه المواد قبل الماكله، احترمنا زيت الزيتون على الريق، بالاضافه الى الاستعجالات الاولى الى طلع السكر بزاف تناخذوا الماء والبصل فقط استعجالا، ولاحظنا تهبط السكر تاخذوا تمرات شويه العسل، ولا بد مراقبه الطبيب عن طريق التحاليل كل نهار، عن طريق تيديات 3 شهور حتى هي خصنا نعبروها ونشوفوا الطبيب ممكن كل 3 اسابيع. الى قال لك علاش تجي عندي بزاف، قول له انا خصني نراقب صحتي مزيان، بلاش غادي يفرح بك يلقاك انسان منتبه. او 3 اشهر وان شاء الله تكون المراقبه ديال سنه، واخا يتقاد السكر شي واحد تقادهم السكر حيدوا الانسولين مشاو للزرود، تقول انت ما عندك عقل، انه خصنا نعمقوا العلاج ونزيدوا نبنيو الجسم ديالنا. وهكذا لاحظتي اسلوب جميل بسيط متميز، ولكن عنده كاين عمق تاع العلم، حيت نجحنا في كم 50,000 حاله سكري، نجاح كبير متميز. عرضنا كثير من الحالات، كاين الناس اللي حيدوا الانسولين، كاين الناس اللي بنوا كلوه جديده، كاين الناس اللي خرجوا من ذاك المشكل ديال لو ديكولمون دو غيتين، العينين صحاح وهكذا. اذا فخصنا نكونوا ان شاء الله في الانتباه ونحترموا المرحله ونقيدوا كل شيء، ومنين نسجلوا ذاك الشيء ونضمنوا انا في السنه كامله كل شيء مقدم مزيان، نكون عمقنا العلاج بنين الجسم وحمينا الاثر الجانبي على العينين والكلوي وهكذا. غادي نكتبوا هذا الشيء ونشروه، ولما لا انه نعلنوا علانيه على كل واحد محتاجه أفو كتيبات إن شاء الله تعالى لتعميم العلم. أختو فتيحة مستراغنا. فتيحة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي فتيحة. سؤال أختي، أختي بندير مع الدكتور الله يجازيك بخير. كيسمك؟ عندي حلقة في المعدة. قديمة عندك؟ قديمة عندك؟ واش قديمة عندك هذه الحرقة؟ عامين ونص هذه باش أنا كنعاني بها وكندوي، مشيت عطيت اختفافي، درت تيوب، قال لي عندك شي شوية الميكروب وفم المعدة محلول، ولكن ما كانت حتى شي نتيجة مع الدواء. علاش تاكل الدجاج بزاف والمقلي بزاف والماكلة الزنقة بزاف؟ لا هذا ما يمكنش أنه هذه الحرقة، المكر ديالها والقباحة ديالها جاية من هذا النوع من المواد، غتحيد المواد الحيوانية 100%. ياسر ها يبقى فيك الحال، ها الوكاله بزاف تبدا تاخذ بطاطا خضراء، بطاطا خضراء تاخذها غير تحسب الحرقه، بطاطا خضراء خذ وحده عصرها وشربها خضراء هكذاك وما طيبهاش مزيان 3-4-5 المرات في النهار. انت تاخذ الماء مغلي كاس كبير فيه حبوبتين مشحر وقشر رمان ومعلقه العسل، هي ماكلتك لمده 3 اسابيع صافي. يعني تاكل شي خبز ولا شي حاجه يا لك 3 اسابيع، ولا قديتي دير قليصه النحل في فم المعده، هذا هو الدواء ديالك. وما نكرش انه تعطيني خبر مره في الاسبوع باش ندير معك المتابعه، وما نخليش انك الا حسيتي بالعياء ولا شي حاجه عيط لنا مزيان، خذ تاخذ التليفون ديال المركز، وباش ما نطيحوش فقر الدم. الا عندك عياء ما كاينش فقر الدم، لا ما كاينش فتيحه عندك فقر الدم. يلا اذا غتشوف لي الطبيب اما مره في الاسبوع باش يدير لك التحاليل ديال الدم ويعطيك المتابعه، ولا كنتي مطوره غتزيد دير المرجان في الماكله ديالك بوحدو ياك، تشربو مع بطاطا او بوحدو نورمالمون 3 الاسابيع، باي باي الليكوباكتير ذاك الميكروب اللي قلتي، باي باي الحموضات المعده، ومع قليص النحل فم معده غادي خصك 7 الاسابيع نشدو ذاك الفم ما يبقاش يلوح لك الحموضه، وهكذا يمكن نضبطو فم المعده لغنيتال ونضبطو الحموضه واخا ونضبطو لكن شي التهاب
الكلاب ونضبطوا كذلك نضبطوا كذلك العياء تاع الامعاء، وهكذا ان شاء الله تخرج من العياء وما ترجعش للماكله المالوفه الا الخضر والفواكه لمده 3 أشهر على ما الجسم ديالك يبني ونعمقوا العلاج. نعم يكون بس. شكرا لك استاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات. كم سلام دكتور، لاباس عليك؟ مرحبا، شكرا الله يحسن، كنتبعوكم مزيان وكنستافدوا منكم مزيان. مرحبا مرحبا. المهم الزيت راه حنا كناخذوا شي تقريبا شي شهر هذه كناخذ زيت على الريق. الحمد لله الحمد لله. دابا دكتور الله يخليك، النتيجة شنو هي؟ اش حسيتي؟ الحمد لله ولا كانت شي حاجة داخلية، المهم تنحس بالكاش ديالي مزيانة بخير. جميل جدا، كلكم اللي خداو زيت زيتون على الريق حسوا أنه ذاك الإمساك ما بقاتش والعصمة ما بقاتش، دليل على أنه ما يمكنش حرام تكون عندنا العصمة في نعم. البلد، والخير موجود منه زيت زيتون منه الشريحة وهكذا. تفضل. نعم. عندي لاغيتين بيغمونتير. وراك عارف الحل غيكون هو ديك الخلايا الجذعيه. قلت له شحال نسول دابا الله يخليك، اذا كان شي وصفه ولا شي حاجه ناكلها بحال هكا باش تقدر تعرف تخلي لنا شويه داك الشيء اللي باقي. اولا البصل والعسل مع الماء. نعم. وغتحاول ديما زيت زيتون على الريق داوم عليها. وما تنساش لساعات النحل، لانه اعاده بناء الشبكه وتدفق الدم بشكل صحيح وتنقيه لاغيتين من جهه وتطعيم الخلايا ديال الشبكه من جهه ومن جهه اخرى ثم اعاده تثبيتها على في المكان ديالها المعلوم، هذا كله مهم جدا. فمع اللسعات ومع الحجامه في جنبات العين ثم وراء الراس والعمود الفقري، هذه كلها اشياء جميله ان شاء الله غادي تكون متميزه وتستعملها. ولا جيتي عندي ان شاء الله للمتابعه، شنو المدينه انت؟ شنو المدينه؟ نعم جديده ما فيهاش مركز. جديده انت من جديده؟ نعم هو حال اجي عندي للدار البيضاء ان شاء الله.